طب رجالة، صباح الفل يا رجالة. أنا النهاردة بعت حد من التشكيلة، كنت بقول عليه إن أنا هبيعه الفيديو اللي فات، وبعناه سوا، وبعته بأغلى سعر ممكن، وأنا اشتريته بأرخص سعر ممكن طبعا، اللي هو كيزا. ما علينا، يعني اشتريت كيزا يعني وبعت كيزا، في دعوة للدوري طبعا احنا مش عايزين، هم عايزين نشوف، عايزين نشوف الدنيا. وغيرت التشكيلة خالص، يعني غيرت التشكيلة، بقينا بنلعب بتشكيلة مختلفة، وهنظبطها عشان نلعب بيها الفترة الجاية، عشان الفترة الجاية أنا عايز أحوش شوية كوينز عشان نشتري لنا لاعب من اللعيبة الكبار الحلوين. يعني اتمنى ده، شايفين انا بعته ب 343 مليون، فده شيء كويس قوي. انا كنت مشتريه ب 250 مليون يعني، تمام لو فاكرين ايام الرخص، فدينا اهو يعتبر كسبانين فيه بتاع حوالي 60 مليون، فشيء كويس قوي، شيء كويس قوي اهو، بمعنى 428 مليون. حلوين حلوين جدا. يا سلام بقى لو انت يا باشا تبقى رخيص اشتريك بقى ونلعب بيك، يعني فهمت، تبقى الدنيا بتاعتك لطيفه، تلعب ار ام بقى ونخرب بيك الدنيا يا عم بليه. بس نتقل حبه، نتقل حبه، هنزيد محبة. تعال نشوف بس التشكيلة، واعمل لايك اصلا، اعمل لايك اصلا عشان اللايك ده مهم، تمام. دي التشكيلة بتاعتنا اللي احنا هنلعب بيها، بس عايزين بقى يعني بصوا، عناصر الهجوم في التشكيلة قليلة قوي، يعني مفيش غير راشفورد والظاهرة، وطبعا الشوط الثاني هننزل راؤول. فبشكل عام يعني ايه، عناصر الهجوم قليلة قوي، خلد هيهاجم بس بسيط قوي، باقي ما باقي حرفيا دفاعي. فهل هنعرف نلعب بيها ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو ده مع بعض. ويعني اهو غيرنا التشكيلة يعني، فاهم، ناخد لها سكرين كده كمان وهي كده، تمام. المهم عايزين بقى ايه، ننقل رانكات كانتي للباشا اللي اسمه خالد. ممكن ندوس نقل تدريب، فين خالد مثلا؟ لا الاجمالي، ماشي خلينا في الاجمالي يا عم، خلينا في الاجمالي يا عم. رين اون دول ب 400، ماشي خلصانة يابا، خلصانة يابا. كانت كده كده ما بيلعبش في التشكيلة دي خالص، وكانت انا اساسا مخنوق منه بصراحة يعني، والاوفر بتاعنا نزل لما طلعنا كانت، ففي داهية في داهية بصراحة. ممكن نديك 19، نديك 20 يا اسطى، نديك 20 كده كده، انت مش هتطول يعني يا عم خلد، يعني انت خليك معانا كده بس، هشيل رانك عشان تمشي الدنيا ونلعب بيك. انت الدنيا بتاعتك متطورة كله تمام، تمام فل الفل، فل الفل، فل الفل، هنلعب بيكو، هنلعب بيكو ان شاء الله. ده 15 رانك، كنت عايز اطوره ده اكتر، بس خلاص يعني فاهم، خلاص قشطه، يلا بينا نلعب بس كده وامرنا لله. نشوف في باكج كده ملوش اي تلاتة لازمه، ناخده ناخده ونخش، هنجرب مع بعض التشكيله دلوقتي، نخش نرز علينا كده كام مباراه على الرايق، ويعني ربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر. يلا بينا يلا بينا، بعد ما نخلص المباراة دي هروح افتح في باكش كده ب 2500 كده، يا رب يطلع منه لاعب حلو بيتباع، نبيعه ولا نشتريه ولا نعمل اي حاجة. ماشي، داخلين ضد واد اوفر 102 في الهجوم و100 في الوسط و99 في الدفاع، يا رب نسلك بس كده والدنيا تبقى رايقة والتصوير يكون كويس، ما يكونش الصوت باظ، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. هنرزع، ياه معاه اوين اصفر ومعاه خولد اصفر ومعاه مبابي اصفر، ولا فين ايه الرعب ده يا معلم، انت معاك كل حاجة صفرة، بس يعني احنا كده احنا هنخسر يعني بنسبة كبيرة، هنخسر على التشكيلة دي، ما هياش دفاعية وما هياش هجومية يعني. بصوا هي تشكيلة دفاعية بحت، تشكيلة دفاعية بحت، تشكيلة عايزة تيكي تاكا يعني، ما اظنش ان فيفا حاليا فيها تيكي تاكا يعني فاهم، فربنا يستر، ربنا يستر. ايوه عدي لوحدك كده المفروض يعني، يعني احنا التقال. ايوه امسك امسك يا تشيك، امسك اتشيك. انا عارف ان التشكيله وحشه قوي، انا عارف، بس احنا هنلعب بيها فتره على ما نجيب ار ام او نجيب ار دبليو كويس غالي نلعب بيه، الله اعلم. انا يا خالد يا خرا، عشان خالد بتاع اصفر يعني، ما احنا بتاعنا احمر برضه يعني، ما فيهاش اختلافات. ماشي، احنا هنخسر ياما، هنبلع كتير عادي عادي عادي، هنبلع شوية حلوين، نبلع شوية حلوين النهاردة، نبلع شوية حلوين النهاردة. خلصان خلصان، طب خلصان، عايزين نركز، عايزين نركز، عايزين نشوف التشكيلة دي ممكن نلعب بيها ازاي يعني، يعني عايزين نشوف التشكيلة دي ممكن نلعب بيها ازاي. يلا يا عم خلد يد الفرومبونك، ممكن نغير التشكيلة اصلا. يلا ده ماتيوس اللي طالع، انا عندي مشكلة في ماتيوس ان هو يهاجم يعني، يا لهو عليك يا ماتيوس، يلا بينا، يخرب بيتك يا الظاهرة، اتصدت دي يا جدعان، الكرة دي اتصدت. طب ممكن يا صليبة، يا صليبة الحارس بتاعه تنين مجنح، الحارس بتاعه تنين مجنح يا جدعان،
ازاي يعني انا مقفل على وين اصلا؟ وبعدين يعني مش هنفضل ندي لمبابي كده رفعات ويجيبها يعني، ولا ايه الدنيا؟ يلا بينا راشفورد. يا راشفورد حلاوة الواد ان هو تشكيلته كلها صفرة يعني، كلها مترنكة تلاتينات، فدي عيل بيفهم بصراحة. بس اللي باضني في الموضوع يعني فاهم، ان هو حلو قوي في حوار الرفع ده يعني فاهم، يطلع اللاعب ويروح يرفع له، يطير المهاجم ويروح رافع له، فدي شيء حلو عايزين نتدرب عليه يعني، انا اتعلمه منه. يلا بينا، ممكن نطلع سوا، ممكن نطلع سوا يعني، ما نرجعش سوا، نطلع سوا كده، نطلع سوا. يلا يا ماتيوس، يلا يا رودري، ادي خلد خلد، النسختين دول زي بعض. الشوط الاول ينتهي بواحد صفر خصم، خصم يعني ايه، كورة للمباع دخل طرشمنا. اعمل لايك يا حبيب اخوك لو مش عامل، تمام، عشان احنا النهارده هنخسر وهننزل 900,000 كاس، فيعني قشطة يعني، ولا هنتأهل لديفيجن 2 ولا أي حاجة. يلا على الرايق، على الرايق. أتمنى احنا ممكن نعملها هجوم، نعمل التشكيلة دي هجوم، نعملها هجوم على طول بقى. تمام، ايه الخرا ده يا راشفورد؟ ايه يا اسطى، ايه يا اسطى؟ اكيد اكيد. بص طلع اللاعب، الواد ماهر في كده يعني، الواد ماهر في كده حرفيا، طلع اللاعب يرفع له الكورة من ورا المدافعين، جابها والله، بيلعب حلو، بيلعب حلو يعني، شايفينها، شايف طلع ازاي، استلم الكورة جابها. ماشي يا عماك، بتتفرج على الكورة وراك، ماشي خلصانة يابا، خلصانة يابا. ممكن نجرب تشكيلة تانية مختلفة يعني غير دي، بس يعني نتقل كده حبة، نشوف الدنيا ترسى على ايه. الخرا اللي انا بعمله ده يا جدعان، انا مش مركز، معلش معلش، مش مركز، مش مركز، انا مش مركز. بس الواد ده اتمنى العبه تاني بصراحة، عشان يعني خلاص فاهم، فهمت طريقة لعبه واسلوبه، هو جايب هدفين بنفس الطريقة بصراحة، طريقة تحترم، طريقة حلوة، عايزين نتعلمها. يطلع اللاعب يديله امر بان هو يهاجم ويروح رافع له الكوره، يروح جايبها. ماشي، مش عارف، حاسس الدنيا صعب ان انا العب بالتشكيله دي. يلا يلا، بس معانا كوينز، الحلو في الموضوع ان احنا معانا كوينز. خلص يا الخل يا جدعان، الحارس بتاعه بيصد كل حاجه في الدنيا يا جدعان، الحارس بتاعه بيصد كل حاجة. يخرب بيت أم ده حارس. طب أجيب هدف بس في الواد ده، أنا أثبت لنفسي حاجة بس، معلش أثبت لنفسي حاجة، أثبت لنفسي إن هو لو لاش بس بيلعب بالطريقة اللي بيلعب بيها دي، ما كنت هفوز أنا مثلا. هبص لقيت طار بالواد، بص هيطير ابن المرة اللي قدام حالا، واحد منهم يطير، بص يروح يرفع له، قفل يلا. ماشي، عاش تشيك، احنا زعلنا، احنا زعلنا، بس لسه هنجرب التشكيلة دي تاني. طير يلا، ماشي، احنا النهاردة ضايعين خفشخ يعني يا جدعان، ضايعين موت والله، ضايعين موت، وانا بظبط المروحة، فاحنا بنخسر، بنخسر. منور يا حبيب اخوك، منور، مش اول ولا اخر مرة نخسر، نفضل نخسر طول السيزون ده، لحد دلوقتي محدش فاهم له اي حاجة، لحد دلوقتي محدش فاهم راح، خسرنا 9، ماشي خلصان خلصان، هنجرب تاني، هنجرب تاني ولا كأن اي حاجه حصل. وبعد الماتش ده نفتح الباك يعني، نفتح الباكج واحنا بنغير التشكيل، معلش معلش يا حبيبي، نخش بس كده عشان سخن فاهم، واتضايقت كده فاهم، اتضايقت. اوفر 97 98 96، انا مش عارف، هاك انت ولا ايه دنيتك يا اسطى؟ هاك، قول لي انت هاك وبتروح تاخد هناك، حاسه هاك، حاسه هيك بنسبة كبيرة، مش عارف ليه. لعيبة صفرة صغيرة، لعيبة صفرة صغيرة، ماشي خلصانة يابا، يلا بينا بس نركز كده مع الواد. لعيبة صفرة صغيرة بقالها سنة يعني، أتمنى يا رودري يعني تزيد معايا يعني. تمام، يلا يا فرمبونج زيد، يلا. عامة احنا ملناش لعبة غير في النص، يا دي خرا، يا دي خرا، يا خرا، يا بساطكم الخرا المقرفة.
اكي ماشي. خسرنا حب اخوك. التشكيله وحشه قوي، التشكيله دي انا مش جربتها قبل كده وقلت عليها وحشه، مش عارف العب ليه بيها تاني. خسرت بيها قبل كده 5-0 باين في مباراه من المباريات، بلعب بيها تاني بالاضافه انها مش متظبطه. المفروض السيمات دي تبقى هجوميه على الاقل مش دفاعيه. احنا هنزعل، احنا هنزعل. يلا ماشي، كول زيد يا اسطى. معناش اصغر يا اسطى، معناش اجنحه. ده دي ليخت ازاي دخل كل الدخله دي الطويله دي ل 3 متر؟ 3 متر يا ابن اللذينه. بس عشان الله ينور. ماشي، غبي 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 موت راشفورد. ما تقوليش ان دي هدف تاني يعني، يعني كفايه يعني، كفايه ان انت جبت هدف واحد. خلاص بقى خلاص بقى، يلا نركز. زيد يا خلق يا خلق يا حبيبي، معناش حد يهاجم. زيه زي بتاعته، يلا زي بتاعته على طول، زي بتاعته فاهم. هو اختارك حتة في الدفاع طار جري، فخلاص احنا كمان زي بتاعته كده على طول، مسكة واحدة زي على طول. عاش عاش طخ، عاش يا صغيرة. الله ينور الله ينور يا اسطى. ما انا قاريها. طيب المفروض بخلط. خلاص انا ممكن نبدل دلوقتي، يعني نبدل لما ينزل يبدأ كده الشوت عشان ننزل راؤول يبقى جديد. يلا مقفل، يلا. ما انا مش هفضل اجري ورا بلعب واحد بس، هو بيستغل الحتة بتاعت اكي. اكي اصلا 15 رانك والدنيا بتاعته واقعة، ده احنا بنلعب بقى على ما تفرش. يلا يا فرمبونج، زيد يا فرمبونج. عاش خليت، ما تخش فيهم يا خالد، يعني انت معروف عنك انك تنين مجنح. نخش ناحية اكي، نخش ناحية اكي بالواد ابو 30 رانك كده. معاش يا صليب، الله ينور حبيب اخوك. يلا اشلي كل زيد اشلي كل مع الطرف. يلا لحد دلوقتي الكرة ما طلعتش. فرمبونج لو كنت عديت برودري. يلا طب ليه كده يعني، ليه الدفاع بقى سهل قوي للدرجات دي، يعني ان هو يخش بالمدافع على اللاعب بتاعي وخلاص على كده. سيدا ماتس مش كواد جاي ورايا برافائيل ياو، ومفيش حد منهم طلع من قدام. خلت جامد يا جدعان والله، على قد كده جامد والله، بس هو مظلوم في التشكيل. الحمد لله اكل لحقنا، كان هيضيعنا اكل. الحمد لله المباراة انتهت 1-1، بس انا حاسس بهطل، يعني حاسس ان احنا التشكيلة دي فاهم لو قعدنا نلعب بيها كتير هنخسر، هنخسر اكتر ما نفوز يعني فاهم. لو تعادلنا هيبقى كويس، فتعالوا نفتح الباكج ونحاول نألف لنا تشكيلة جديدة كده في الفيديو ده عشان نعرف نكمل الفيديو على خير ونلعب على خير كده. خلص يا عم، خلصي بقى، ده انت لعبة زفت. خلصينا بقى، عملت اللايك يا حبيب اخوك، اعمل لايك اصلا عشان المهم. وفي قناة تانية بنتكلم فيها عن مشاكلنا، لكم كومنت مثبت منها تحت، فولعوا لنا الحكاية كده. طيب عايزين نلعب بتشكيلة مختلفة، بس يعني تعالوا نفتح الباكج الأول وبعد كده ايه نظبط الدنيا. فين ادينا الباكج؟ الباكج ايوه هو ده، الباكج من 93 ل 100 بيتباع.
يلا يلا يابا اصرف يا عم مالكش حتى، ان شاء الله ما نحدهاش يا رب. ماشي، اي حد كويس ده شكله مش كويس. مين بقى؟ اوه لاعب ب 96 مليون، 96 اوفر 96 ب 15 مليون، ان شاء الله يكون بيتباع، ان شاء الله يكون بيتباع. ايوه ايه اديني ايه اديني في البيع. ايه ده يا جدعان، ده عليه طلبات كتير قوي. لا خلاص نستناه، نتقل عليه نتقل عليه نتقل عليه نتقل عليه نتقل عليه. اصل عليه 200 شراء، بص عليه 200 شراء، فخلينا نتقل عليه احسن، نتقل عليه احسن. ماشي تعالوا نتكس تشكيله سوا، عشان التشكيله دي يا جدعان مقرفه، لا مش حلو. يلا بينا تعديل الفريق. ممكن نلعب بايه؟ انا ما عنديش حد يلعب كام خالص بشكل عام، الكمات مش هتنفع معانا اطلاقا. ممكن نلعب بدي، ندوس تحديد، ده يطلع سي اف، وده ينزل هنا، ده يلعب هنا، ده يلعب هنا مثلا، بلان يلعب هنا، خلد يلعب ار ام. هنلعب خلد ار ام يا جدعان، هنلعب خلد ار ام. طريقة التفاصيل، لا خل ماشي، وريني التفاصيل. مين فيكو تسديده اعلى؟ تسديده اعلى يقعد في الحتة التانية. ده 101 ده 94، خلاص خلي ماتيوس الناحية دي. ماشي نلعب بهذه التشكيلة، نشوف. خلاص لا خلي طبعا الظاهرة، الظاهرة يلعب احسن بكتير سي اف. نلعب بالتشكيلة دي نفتكس فيها احسن، يعني على الاقل فاهم العناصر القوية في التشكيلة نزلت. راشفورد موجود، الظاهرة موجود، راؤول موجود، خولد موجود، فيعني الأربعة يسكعوا على الجون، يسكعوا على الجون حتى لو حاجات بسيطة، حتى لو ما اعتبرناش خولد موجود يسكعوا على الجون. خلصانة يابا. يا لهوي ايه اللي انا بخش ضده ده مع الواد معاه جينيولا، الواد معاه جينيولا، انا بخاف من جينيولا. خلصانة يابا، يا رب تشكيلتنا تلعب حلو بس. واحد عظمه كله بيتكسر والله من التدريب، والله طالع عينيا. لازم تتدرب احب اخوك جيم، وتروح جيم كده وتخرب الدنيا كده، خصوصا كل ما انت كلسنك صغير كل ما هتبقى افضل يعني انك تروح جيم. يا راؤول اتحرك لي صح بالله عليك. ماشي، ما انا عارف، انا عارف اللي فيها دي فاهم، انا هفضل اتمرقص يمين وشمال ومش هعد حد. اقفل يا عم، انا قفلت عليه يعني فاهم، استنيته لما يجي يعمل باور شوت ورحت داخل. يلا يا الخرا ده، بس كويس ان هي جا راحت لرون. يا لا 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 ابن اللذينة. ماشي انا مقفل اهو على الواد. لا يا اسطى لا، ايوه الحمد لله الحمد لله، عاش دفاع عاش دفاع. بعيدا عن الهدف الكوسه اللي هتلاقيه جي فينا حالا ده، بس يعني احنا ايه بنلعب احسن، احنا بنلعب حالا تلاقي هدف جه فينا ركنيه، بس التشكيله دي احسن. بص يا كينج، خلاص نعملها جون بقى احنا كمان بقى، طالما هي كده يعني نقضيها هنا ولا ايه؟ طب ده ضغط عليا ولا ايه؟ يلا راشفورد، طير الراشفورد، ندي الماتيوس. ماتيوس بيلف لفة غريبة باضينا. يخرب بيتك يا الظهر، عاش عاش. شفت البوف بتاعتي دي؟ يعني حد بيعمل بوف زي فاهم؟ على طول على طول طلعت الظاهرة. طب انا ما بلعبش ناحيه خلد، وخلد لو لعبت ناحيته هلعب ناحيته بسيط، عشان خاطر هو ايه ار ام، ما بيلعبش ار ام اصلا، انت فاهمين احنا بنتكلم في ايه؟ طبعا فاهمين احنا بنتكلم في ايه. طبعا ايه، طيب ده الخرا ده يعني معلش، يعني ايه طيب هيعدي كده بسهوله؟ لا يا الصليب. ايوه، طير طير
يخرب بقى. شفتوا البوف الثانية؟ شفتوا البوف الثانية ولا ايه الدنيا؟ اعمل لفاية يا اسطى كده، اعمل متابعة كده، ولا قولنا الحكاية يا جدعان. شفتوا البوفاية الثانية؟ حد خد باله من البوفاية الثانية ولا بتاخدوش بالكم منها ولا ايه؟ يا ولد يا ولد يا الرؤول، يا ولد يا الرؤول، شوت على طول. عاش، الله ينور. ايوه التشكيلة كده تلعب، فاهم؟ في عناصر في الهجوم زادت. النبي مش طالبة أي خرا، أي لخرة مش طالبة. آه خلصانة 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 ومع حسن. يلا يلا يلعب على الرايق وعلى الهادي. ماشي يا ولد يا هادي، يخرب بيتك. انا ما اعرفش الفن ده بعمله ازاي، تسالني يا هادي بتعمله ازاي؟ انا اقول لك ما اعرفش حبيبي اخويا، فاهم؟ تك 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 تك، ترشمت في الوقت. الوقت تقريبا ممكن يطلع من المباراه والله بسبب اللي احنا عملناه فيه. بص بص، والعب على طول على طول يا الدليخت. في الجمدان منه، في الجمدان منه والله، احنا مترشمين قوي. يا رب تعبنا ما يضيعش على الفاضي، التسجيل ما يروحش على الفاضي. ماشي، ما انا عمال بقطع عليه. طيب يعني ايه؟ طيب مش هنقطع الكورة ولا ايه؟ ايوه رودري كده. طب ايه؟ طب يعني كرويف شديد للدرجات يعني؟ لا مش هيجيب الهدف الوقت. يعني ايه طيب اللي بيحصل؟ مش كويس يا الله يا الرؤول، يا الله يا الرؤول. نعمل بديليخت نفس الحركة تاني. الواد بعد بديليخت لوحده. الواد بعد بديليخت لوحده كده، فاهم؟ ماشي في حتة كده لوحده على طول. العب يا الرؤول. عاش. الملعب الضبابي ده وحش يا جدعان، محدش يلعب معاه، محدش يبقى حاطه وهو بيلعب ضد يا جدعان. معفن اوي، معفن اوي يا جدعان. ولاغي لون التشكيلة كده ومش حلو. ممكن نغيره الماتش الجاي، او ممكن نغير لبسنا الماتش الجاي. انا كده كده مش الملعب انا اللي حاطه دلوقتي، هو اللي حاطه يا ابني اللي ماشي. هدف يا فاهم، اوعى تكون فاكر ان انا جاي فيها غصب عني. انا سايب الواد يعني يلعب، سايب الواد يلعب. يلا بينا يا الخرا ده. هي الواد هيعمل كامباك في اخر 10 دقايق ولا ايه؟ هات كده يا عم هاتي. ماشي خلص بقى. ماشي الحمد لله ان تشيك صدها. بس الواد بيلعب حلو قوي، بيساك يا جدعان. هو ساك ماله كده؟ تنين مجنح، ساك تنين مجنح قوي يعني. ايه المهارة؟ ما خلاص اشت، الحمد لله تشيك بيصد عندنا كل حاجة ما شاء الله. طب خلاص كفاية، التشكيلة كلها تعبت وقرفت. خلصنا يابا، خلاص خلصنا. بس حلو قوي، نفسي ينزلوا حاجة جديدة في اللعبة يا جدعان والله. يعني هي افتكاسة كده انا بفكر فيها. يعني انا شفتها في دريم ليج، اللي هو ايه؟ اللي هو انت بتلعب بتشكيلة، التشكيلة دي لو تعبت تخش المباراة اللي بعدها التشكيلة تعبانة، فانت محتاج تبدل بلعيبة تانية بره. والله العظيم تبقى جامدة موت، والتشكيلة دي مثلا تاخد لها وقت عشان ترتاح يعني. والله هتبقى، بحس ان ده ممكن يضيف متعة اكتر للعبة والله. ان هو لعبت ماتش بلاعب معين، خلاص استنفذ طاقته تهديه، ولازم تبدله بلعيبه زي اللي بيحصل في دريم ليج يعني. اللي لعب دريم ليج زمان هي كده كده يعني. ففكره حلوه بصراحه. تعالوا نغير اللبس، عشان اللبس بصراحه عرفت منه الاصفر ده. نلعب لنا بلبس تاني كده. مش هلعب بلبس ريال مدريد، ممكن نلعب بده. يلا نخش نرزع، نخش نسكع كده كام تسكايه لذيذه. يلا بينا. يا ضهر، نحن مفشخون مفشخون. يا رب يكون التسجيل شغال وكله فل الفل ان شاء الله ان شاء الله. جوت بتاعنا من جنبي، بس مش عارف اذا كنت هتشوفه ولا لا. شايف اهو في الكاميرا هنا، اهو اهو شايف اهو، بشاور لك على، شايف
شايف مكتوب ازاي اهو. بص بنزل لك الفيس كام عشان تشوفه وانت مش مهتم بالمباراه وشكلنا هنخسر. تعال نرجع كده عشان نهتم بالمباراه معلش. تمام داخلين ضد مبابي وداجلش وكلهم صفر وحاجه كده رعب. نرجع تاني نشوف القطه عشان الحاجات دي شكلها مرعب. فيلا بينا نركز كده يعني فاهم، وان شاء الله ندرع من المباراه دي. يلا يا شليكول حاول تلعب وتجيب الهدف على طول. والفوز والفوز ايه الفوز يا ولد يا خلت خلت فشخ ومس عشان بيلعب في حته مش حتته يا جدعان. غلط قوي انت تحط لاعب في حته مش حتته على فكره، يعني غلط. انا جربتها كتير حلوه بصراحه، بصراحه حلوه حلوه. هو الراجل بيدي لنفسه ديسلايك بس قشطه حبيبي. ده اشلي كول يا بابا، اشلي كول يا بابا، يعني ما ينفعش تعمل معاه حركه زي دي وتعدي. يلا يا ماتيوس يلا يلا. كنا يا اخي ما عملتش المهاره ليه يا راؤول؟ عاملها بيك يا جدع، يا جدع مكبرك قدام الناس. يلا 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 اف حلوة. لا انت رودري بتشوتها في الحارس حرفيا، والله العظيم قسما بالله رودري شاتها في الحارس وكان بامكانه ان هو يجيبها هدف. بجد انا مش عارف ليه اللعبه عملت حركه زي دي بجد بجد. انا واخد بالي كويس قوي، والواد سبحان الله عمال يدينا ديسلايكات. انا مش عارف ليه، يعني هو بيدينا ولا بيدي لنفسه ولا عايز يعرفنا ايه بالظبط ما تفهمش. ماشي نقفل بقى عشان خاطر احنا هنتفشخ كده دلوقتي. بس عشان تشيك ما ينور ده تشيك يا واد، عمال يدينا ديسلايكات عايز ايه يا ابني؟ طب انت لعبك وحش طيب ولا ايه؟ طيب ولا قصدك ايه يعني؟ عمال يدينا ديسلايكات ابن الذين بيجلد ذاتنا. ماشي هي هجمة غريبة بس يعني قشطة خلصانة. الشوط يبتدي بصفر صفر الواد هيدينا ديسلايك دلوقتي. انا حاسس كده يعني فاهم، الواد هيفضل بص شوف لسه كنت بقول لك عارف اخوك الواد فاهم هيفضل يسكعنا ديسلايكات فاهم. ايه يا حبيبي رئيس جمعية الديسلايك انت ولا ايه الدنيا؟ ايه الدنيا يا حبيب اخوك؟ عادي فوز المباراة يا اسطى عادي والله يعني فاهم. اتس جيم يا صاحبي، اتس جيم ايزي يعني. يا عم بس بقى اتكل على الله اتكل على الله يا حبيبي انت لسه هتحرفش لي بميسي وقصة. بص بقى الخليد لما يحرفش، الخليد لما يحرفش. طبعا انا ازاي هلعب برودري بس يعني فاهم نحاول. بس الواد دخل عليها حكم، المفروض ضربة جزاء حكم. طب يا رب عرضية بس تيجي، يا رب الركنية دي تيجي. الخليد والله حسيت خليد كان هيجيبها. ماشي احنا عايزين نطلع التكدس في الدفاع اللي عنده ده يا جدعان، اصل لو خد الكورة مني خلاص هي مرتدة حرفيا. ايه الرجاب الراشفورد هنا بس؟ ماشي نرفع بيه. ماشي خلاص احنا رفعت ما بتجيش معانا سكة. لا لا ارجع ارجع امسك بس. الله ينور يا حبيب اخوك، اديني ديسلايك ادينا ديسلايك عادي. شوف حبيب اخوك يعني فاهم لو حابب تدينا ديسلايك ادينا يعني. ماشي لغيت الواد وخليته يخرب الدنيا. الواد تشكيلته احلى من تشكيلتنا بكتير على فكرة. ما تقفش في وشي بس، لبستها له انا لبستها له والله، المفروض ان هو البسها. ممكن يا راشفورد نجري شوية يا راشفورد. أح يا راشفورد، راشفورد تعب أوي يا جدعان، ده أنا بعمل بيه المهارة راح اتشنجل. والرودري كمان تعب بس الخوليت لسه بطاقته، بس ما بيلعبش في مركزه أساسا. يلا وخلاص يا عم ادينا ديسلايك زي ما انت عايز يا عم. ماشي يا عم ربنا يسامحك. ياه يخرب بيت أمك.
خلصان، ادينا ديسلايك بقى. اي والله ينور حب اخوك، ما عرفتش تبدو معايا وعملت الدنيا. ايه يا اسطى، يا اسطى شغل الاطفال ده يا اسطى. ديسلايك يا لهوي، القطه هيقع، القطه هيقع من عسل. خش نام جوه حب اخوك، ما تحلمش كده للدرجات، كان هيموت ولا كان هيقع. بصوا اهو هنا، اهو هنا، شايفين ابيض في اسود هو القط. ايه يا حبيب اخوك، هتقع هتقع، خش لجوه، خش لجوه. خلصان خلصان خلصان، احنا بقالنا نص ساعة بتصور، يلا نخش.